النهاردة إن شاء الله يا صديقي العزيز هنتعلم إزاي باستخدام الترانزستور نولد تيار كهربائي يفيدك في تشغيل الأحمال 220 فولت. في البداية صديقي، لو أول مرة حضرتك شوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. حابب أفكر حضرتك إن القناة عليها أكتر من 1400 فيديو كلها موجودة علشان تقول لحضرتك معلومة تمام، وخد لك لفة في القناة فمش هتندم، القناة عليها الكثير جدا من المعلومات اللي هي هتفيدك. كلم حد عننا وممكن تدعمنا بأي وسيلة من وسائل الدعم. الفكرة بتاعت النهاردة هنستخدم فيها ترانزستور من نوع 13007 أو 13009، وهنحتاج محول 12012. لازم يكون محول 12012 اللي هو بالتلات أطراف، وهتحتاج معاك بطارية طبعا لأن انت هتحول البطارية الدي سي لأي سي. هتحتاج بطارية مثلا 3.5 فولت أو ممكن 1.5 فولت عشان التجريب مش أكتر. طبعا زي ما احنا عارفين الترانزستور بصفة عامة بيفضل جدا انك تكون حاطه على هيت سينك، لأن الترانزستور من المكونات الإلكترونية اللي بتسخن بسرعة رهيبة جدا أثناء العمل. فده الترانزستور بتاعنا وهنكون حاطينه على هيت سينك او المشتت الحراري. كل ما كان المشتت الحراري ده اكبر كل ما كان افضل معاك. بعد كده هيكون عندك هنا محول. التوصيل بابسط طريقة هيكون سهل جدا بدون اي تعقيدات. ده التلات اطراف بتوع المحول 12012، غالبا ده بيبقى لونه ازرق وده ازرق وفي الوسط اسود، ازرق ازرق اسود. هنا كده ده الخارج بتاعي اللي هما طرفين بس بيخرج عليه 220 فولت. هنوصل عليه الحمل بتاعي هو عبارة عن لمبة حوالي 10 واط. يبقى ده المحول بتاعي. المحول بيكون ده تلات اطراف 12012 او ازرق ازرق وفي الوسط اسود، وهنا كده بيكون الخارج بتاعه 220 فولت بتاعي. هنا كده من خلال مقاومة 1 كيلو اوم او 470 اوم ايا كانت المقاومة، هتكون مقاومة كل ما كبرت معاك كل ما كان افضل معاك. الطرف الازرق التاني ده، الازرق التاني ده حضرتك هتوصله على الطرف اللي في الوسط في الترانزستور. كده انا محتاج البطارية معايا، بطارية ليثيوم 3.5 فولت مثلا، اتنين مع بعض يدوك 3.5 فولت، بيكون ليها طرف سالب وطرف موجب. هتوصل الطرف السالب هنا كده مع الترانزستور، والطرف السالب ده لو مظبطش معاك وقدر ونجح التجربة ممكن حضرتك تستخدم تبدل الأطراف دي بدل السالب توصل الموجب. ولكن انت في البداية ما بتلحمش ولا بتعمل أي حاجة إلا لما التجربة بتاعتك بتشتغل معاك. ونيجي هنا كده من خلال سويتش او مفتاح محطوط هنا، وهنوصل الطرف اللي في الوسط بالجزء ده. حضرتك هتيجي تقفل الدايرة بتاعتك هتلاقي اللمبة بتاعتك اشتغلت معاك. اللمبة ديت بتشتغل معاك بتكون حوالي 10 واط او 9 واط، تشتغل معاك كويس جدا. الاحمال اللي بتحطها هنا بتعتمد على مدى تحمل المكونات اللي حضرتك مستخدمها في الدايرة، تمام؟ المقاومة لو بتسخن نكبرها. لما تيجي تشغل الدايرة ديت هتلاقي في صوت معاك في المحول زي صوت ازيز اللي هو العادي من المحولات. في ناس ساعات بتيجي في بعض الفيديوهات بتحمل هنا بعض الاحمال وتكبر معاك اللمبات وتحط 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 وتحس ان ايه الدايرة بتاعتك دي تشيل لما لا نهاية. لا، هي الدايرة ديت ما تشيلش الى ما لا نهاية. الدايرة ديت حسب المكونات والاحمال والامبيرات بتاع المكونات بتاعتي، لكن الفكرة باختصار احنا بنحاول نبسطها ونوصلها. لو حطيت لمبات اكتر لازم المكونات تتحمل الامبير بتاعها. كمان البطارية قيمتها بتعتمد او حجمها او استمراريتها معاك بيعتمد على ايه، على ان هي كل ما تكبر كل ما فضلت معاك وقت كبير. يبقى ترانزستور بهيت سينك، الطرف الاولاني من هنا من خلال مقاومة مع الطرف الاولاني، الطرف اللي في الوسط ده اللي بنوصل عليه البطارية، الطرف التالت ده بيكون في الوسط بتاع الترانزستور، تمام؟
بعد كده ده المحول خارج بتاعه 220 فولت. والطريقة أبسط وأسهل وأفضل ما يكون يعني تستخدمها معاك في عمل لمبة طوارئ في أي شيء من الأشياء. ده كان فيديو اليوم، أرجو أكون أفدت حضرتك ولو بمعلومة بسيطة. حضرتك استفدت لايك وشير أول مرة حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة. أشوفك على خير. كان معاك كالعادة عبد الرؤوف عماد من قناة عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.